طيب ايه مشاكل الالفا بلوكرز او الادفرس افكت اوف الفا بلوكرز؟ كلام سهل جدا جدا. اشهر عيب الالفا بلوكرز هو الريفلكس سيمباثيتك اكتيفيتي اللي بتزيد ريفلكس اللي احنا حكينا عنها، واللي هي بتعمل تاكي كارديا وتزود البلود فوليوم صوديوم ووتر ريتنشن، وبالتالي بخلي الالفا بلوكرز مش حلوه ان انا استخدمها كرونيك في علاج الهايبرتنشن. والتاكي كارديا بتحصل اكتر مع نون سيلكتيف، لان هم بيعملوا التاكي كارديا دايركت وريفلكس، لكن السيلكتيف الفا 1 بلوكرز بيعملوها ريفلكس اونلي. طيب ايه تاني ممكن تعمله الالفا بلوكرز؟ الالفا 1 ريسبتور بشغل السيمباثيتك نيرفس سيستم عليه مسؤول عن الايجاكيوليشن، مسؤول عن الايجاكيوليشن، وبالتالي انا عندي السيكشوال اكتيفيتي عامه مسؤول، الباراسيمباثيتك مسؤول عن الاريكشن، والسيمباثيتك نيرفس سيستم بشغل النور ابينفرين الفا 1 يعمل ايجاكيوليشن. فانا لما اقفل الفا 1 بالفا بلوكرز اديلي الايجاكيوليشن، وده ايه يعمل لي سيكشوال ديس فانكشن. طيب الالفا بلوكرز هتقفل الالفا 1 اللي موجوده على البلود فيسلز، فتعمل فازو دايليتيشن، والبيتا 2 بقى شغال لوحده فعمال يعمل فازو دايليتيشن، فده يظهر بشكل قوي قوي في بلود فيسلز او الكابيلاريز اوف اللي في النوز. وبالتالي زي ما احنا قلنا الكابيلاريز اللي في النوز لما تبقى دايليتد يبقى هي حاصل فيها ايه بالظبط؟ حاصل فيها كونجيشن. وبالتالي انا عندي الالفا بلوكرز ممكن تعمل نيزل كونجيشن due to vasodilatation في البلود كابيلاريز اوف النوز.